هذه رمضان كريم دائما أقول الكلمة إحساس، والإحساس يجديه اللحن، لكن يترتب عليها كلاهما. أحيانا تأتي مفردات الكلمة من ونسة ونسونا. برنامجنا في رمضان الأسبوعي، حلقتنا الليلة عن الكلمة. الكلمة بتقدم شعوب، بتهدم أمم، بتقدم وبتأخر. الكلمة لها معاني كبيرة وعميقة، لكن في حلقتنا دي عشان نعمق مفردات الكلمة معانا واحد من الشعراء لهم باع في الكلمات وفي الألحان وفي بالذات في شغل الأغاني، الأستاذ العظيم عبد المنصور. مرحبا بك. مرحبا أستاذ أحلام، مرحبا بكل المشاهدين، ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير إن شاء الله. أنا سعيدة جدا بأنك أنت معانا في حلقتنا الليلة، وبرضو أساسيات برنامجنا طبعا طلال الساتة. مرحبا بك، حلقة جديدة. مرحبا بك أحلام، ومرحبا بحبيبنا عبده وزملائي يعني الجميلين. يعني انا دار اقول للناس انه في البرنامج ده يعني لمتنا كانت بالدنيا يعني اهم من اي حاجه، وكنت سعيد جدا جدا بمشاركتي معاهم. ان شاء الله نكون خفيفين على المشاهدين. وانا حاسه انه في يعني في ابتسامه كده انك انت قاعد شاعر الاغنيه الاولى ليك. في كده وبعدين في شويه حقت وتر وقصص. انا خايف يقول لي دار منك قرود قديم. والله دي فعلا حقيقه حاصله، لكن اسي ما هنقولها. مع الهواء بعدين. مع الهواء. الانثى الجميله داخل البرنامج طبعا في كل حلقاتنا دورية بتشارك برضه، بنرحب بها. مرحبا بك دورية بتشارك مدني. مرحبا بك احلام، ومرحبا بجميع الساده المشاهدين. سعيده جدا بوجود الشاعر الجميل صاحب الكلمات الرصينه عبد المنصور، منورنا، وان شاء الله دائما منورنا، منور الدنيا كلها. مرحبا بك. طبعا انا في الحلقه دي هسميكي بكردوفان، انا شايفاك الليلة عليه. انا غربي. وايضا ارحب بالنجم الساطع، دائما انا بقول لاحمد فتح الله انك انت نجم ساطع. مرحبا بك احمد. اهلا بك استاذ احلام وكل المشاهدين، ان شاء الله نقدم هاي الجميله. سعيدين بك. ايضا من قواعد برنامجنا واساسياته ملك الطنبور جعفر السقيط. مرحبا بك. مرحبا بك احلام، ومرحبا بكل المشاهدين، وسعيد جدا اننا اكون ضمن الكوكبه وفي حضرة أستاذنا عبد المنصور، ويتمنى أن نقدم سهرة ترضي كل المتابعين. طبعا أنا الليلة يعني أشيد باللوك الجديد ليك، يعني ستايل جديد والناس هم متعودين عليه. الجلابية طبعا وحشتنا شديد. لا أنا ما يعني ذات الحمد لله اني قلت جعفر السقيط، لانه ما اظن لو قدم انسان ما في زول يعرف. ما في زول بيعرف خالص. نحن نبدا برنامجنا طبعا اجزه باغنيه ونسمع طلال يغني لنا واحده من الاغاني. تمام. لكن انا طبعا بس جعفر السقيط كنت قايله صلعه، اللي لازم تلاقي انه انت لازم تلاقي شعر. والله كنت قايله طبعا انا ذات لما جا حاشي نعرفه. نسمع ان شاء الله. طيب نسمع اغنيه للرائع ونرجع من جديد بشرعي. We'll be right back.
مشغول مشغول عين قلبي المشغول مشغول عين أبو بحاي يا ناي يا ناي في بداية حلقتنا قلنا الكلمة هي بتقدم وبتأخير وقلنا هي بالتحزين وهنا بالتفريح. نحن عايزين نعرف في بداية برنامجنا أستاذ عبدو الكلمة في حياتك. والله الكلمة هي إحساس، فالإحساس ذاته ينقسم لاثنين، يا فرايحي يا حزيني. وأنا في اعتقادي أنه الحاجة لما تكون حزينية بتكون صادقة أكثر ما تكون فرايحية. دائما انت طبعا بتغني او كلماتك دائما بتميل للحزيني ولا للفرح؟ والله ده على حسب الموقف، على حسب الشيء اللي انا حاسه في نفس الوقت اللي انا كتبت فيه الحاجه. يعني الحاجه دي بتيجي باحساسها. طبعا اساسا الاحساس هو زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، الاغنيه هي احساس، وفي ثنائيه طبعا عميقه ومعروفه بينك وبين الاستاذ طلال. في بداية طلال يعني كانت في أغاني هي اللي هي يعني الناس بتقول إنها هي كانت ضربة حظ بالنسبة لك يا طلال. عايزين نتكلم عن مفردة الكلمة اللي كانت تربط بينك وبين عبد المنصور. والله يا عبدو أنا ما هذا يتفلسف لك كده، يعني بكتب في أي حاجة لكن يعني بحب الوصف. أنا مرات دائما بقول يا عبدو بحب يوصف، بيوصف لك الحاجة زي ما يعني انت لو تخيلت الحاجه اللي وصفها لك دي قدامك كده تقول دي ملاك، ما بتقول دي بني ادم يعني. فنحن كانت عملنا اول عمل كان عملنا قبل الولايه الفقره دي، هي كانت ضربه الحظ او بدايه. ايوه البدايه يعني بالنسبه لنا انه انتشرت سريع. لكن قبليه كنا بنعرف بعض قبل فتره وتعاملنا في حياة كثيره، منها براحه براحه، صح يا عبدو؟ براحه سويت شنو بنات مدر ريت الزنون ريت الزنون يعني كان اربع اعمال اربع اعمال كده، لكن بس ما لقيت حظها زي الاغنيه بتاعت الولايه الفقراء. يعني انت بتحتضن للشعب السوداني ده كله يعني حب الفقراء شديد ولا كلمات الاغنيه؟ الفقراء ده له حاجه يعني انا قصتي معاه عجيبه جدا. يعني عبدو الاغنيه دي اداها لفنان والفنان المفروض يغنيها، والفنان جاء في البيت وقام نسى الورقه فيها الاغنيه. بس قمنا احنا بنفتش لنا في اغنيه ثانيه، قام قال لي طلال في ورقه هنا يا اخي، جيب ورقه عشان نكتب الاغنيه الجديده يعني. ففتش كده في الورقه، قمت لقيت الورقه دي مكتوب فيها قرولايه الفقرة من حين سود تبره وطلال بيشبه القمره. هو قصد الدرية تشبه القمرة. ايوه لا تشبه القمرة. لو داري يوري السادة المشاهدين انا بكسر له تلج عشان يقوم يغني لي كده. وسبحان الله يعني شلت
قلت له يا حبيبي يا اخي والله ده مكتوب الكلام ده سمح يا قال لي يا اخ لا حول الاغنيه دي والله نساء زول هنا في بيتك ومفروض اشيلها. قلت له يا اخي دي والله الاغنيه دي بشيلها. فعلا غنيتها في نفس اليوم ذاك تقريبا بعد بعد كم يوم كده اسمح لك الاغنيه بجاي وبجاي وبجاي. انا الفقر اشتغلوا اشتغلوا شغل شديد والله. هم الفقر لكن الشعب السوداني عموما بيحب ايقاع السيره. فاي اغنيه بتاع السيره او بتاع حماس ايقاع السيره عموما بيجذب اي وجدان مجتمع. طبعا جميع الفنان دائما بيختار كيف كلماته ضد الرياء. احنا بنختار الكلمات، الشاعر هو اللي بيجي بيطرح عليك العمل وانت بتشوف العمل المناسب معاك ولا الشيء اللي بيكون مع خمصوتك جاي. يعني مثلا انا عايز اي زول يجيب لي حاجه ما بتنفع معايا، لكن الشيء اللي انا بحسه والشيء الحاجه اللي بتشبهني ايوه الحاجه اللي بتشبهني انا والبحس هذا الشيء يعني ممكن اشيله والكلمات يعني تكون جميله وتكون رصينه كده الزول بيشيل الحاجه وبعدين الحاجه الهادفه الزول بيشيلها. اكيد طبعا. يلا نحن نمشي لجعفر، الكلمه كيف بتختارها واحسن يعني انت حاسي انه في اغانيك اللي انت غنيتها اكثر اغنيه انت كنت موفق في اختيار كلماتها؟ انا لانه غنيت اغاني اجتماعيه كثيره، غنيت اغاني قضيه. فالاغنيه القضيه هي يعني بتلقى صدى عند المستمع لانه بتكون حاجه اكثر واقعيه. لسان الحال من الاغاني واكبت في وقتها الاغتراب، ويعني معظم الاسر السودانيه بتعاني من الاغتراب او كلها بتلقى في البيت مثلا نفر نفرين. عشان كده لسان الحال من الاغاني الاجتماعيه اللي انا غنيتها لقت حظها تماما. فبميل دائما للاغنيه اللي بتعالج قضيه كلسان الحال، مرام، من الاغاني اللي قد حظها في المجتمع السوداني. اكيد. طيب احمد انت غنيت اغاني يعني هي دخلت قلوب الشباب اكثر، يعني تقريبا في واحده من كوبليهاتها يعني الناس كانت يعني حتى في الروس بيقول لك يعني فلان سكري عشرك في الحلق. يعني كان كيف اخترت الكلمات والحاجه اللي جات عن طريق الصدفه ولا كنت انت قاصد؟ والله الحاجة المشتركة بين الناس كلهم اللي هو الإحساس. تحس الحاجة يعني بقرأ النص من أول ثلاثة كلمات بعرف إنه دي أغنيتي. يعني بتحسها يعني برضه هي يعني كانت برضه بالنسبة لك كانت ضربة بداية أو ضربة حظ. أيوه. فأنت كانت الله. يعني صدفة؟ والله صدفة. طيب إحنا نسمع شنو؟ نسمع طال الشوق علينا يا حمامة. طيب نسمع طال الشوق علي حمام ونرجع مثل شبعين. Yeah.
شوب علي يا حمامة ورد الليل شوب مع السلامة ليلة شوف البنات حزينة وسرحة الشوق علي يا حمامة برد الليل شوية مع السلامة صغير العالي بعد ما سمعنا اغنيه الحماس لاحمد فتح الله احنا رجعنا نواصل برنامجنا هو ونسه والونسه في دار الكلمه والكلمه الليله بسكسفونيه عبد المنصور. عبد المنصور دائما الشاعر بيقول يعني في الناس بيقول لك الاغنيه دي هابطه، الاغنيه دي كلماتها حزينه، الاغنيه دي يعني بعلق على الكلمه والشاعر بيكون عباره الناس دايره كده في كلماتك الناس دايره كده. والله انا اول حاجه بختلف في حته هابطه دي. حتى دي اصلا ما فيها، ممكن نقول في مفرده ضعيفه او انا مثلا دار خاطب شباب لازم اخاطبهم بمصطلحات حقتهم هم الشباب عشان اقدر اوصل لهم الرساله اللي انا دار اوصلها، فما في حاجه هابطه ما في شهابط.
والشعب السوداني شعب سميع جدا جدا، حتى لو انت طلعت حاجه هابطه ما حيرضى لك. فاكيد النقاد حيشتغل لك والصحف حتشتغل لك، فبالتالي بتكون نقصت من يعني حاجاتك انت طيب نحن طلال دائما الفنان يعني في اطار الناس دايره كده في نفس الاطار، كيف انت تعرف الناس دايره كده؟ والله يا اخي انا مش الناس كده يعني، انا مرات انا غايته ما قاعد اشتغل يعني ما بركز انه بشوف انا داير شنو دي اول حاجه، ودائما اكون عندي بتبدا بفكره يعني بكون فكرت في حاجه يعني مثلا الليله دايرين نغني الكوبايه دي بضرب لعبده طوال يعني بقول لعبده والله انا الليله شفت لي كوبايتين قعدوا كده مع بعض المين بحكي لي الحاله اللي انا فيها. فعبده ما شاء الله يعني عبده ممكن يقول لي خلاص اديني 10 دقائق، بعد 10 دقائق بيكون اداني نص نفس الحاجه الخيال انا شفته قدام عيني دي بكون اداني لك كده تيبيكال من الحاجه. فدائما انا بحب ان الاغنيه تبدا يكون فيها فكره، تبدا بفكره يكون فيها حاجه كويسه. وعندي مقياس انا بقيس بالاطفال دائما بالمناسبه يعني عندي اشوفها كده في الحله في البيت كتار، فبجي اسمعهم الاغنيه اول ما تكون جديده يعني، فلو حسيت انه ملوها كده بحس انه الاغنيه دي ما ظابطه كده، لكن لو حسيت انه حفظوها سريع هناي فسبحان الله يعني دائما الاغنيه اللي بيحبوها الناس الكبار بيحبوها طوالي يعني لاحظت الحاجه دي كم مره كم تجربه. طبعا المفروض الفنانين دول كلهم يمشوا بيها، الاطفال طبعا هم ما عندهم الكذب. أيوة أيوة أيوة, أيوة, ايوه 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 غير كده بيدوك الاحساس الصادق يعني بتاع انه هل الحياه دي وصلتهم ولا ما وصلتهم يعني ممكن الكبير ممكن ينافقك يقول لك هاي والله سمحه والله كعبه والله، لكن دير كعبه كعبه سمحه سمحه اكيد طبعا. ايوه الدريه طبعا الهابط او الناس عايزه كده دائما هي في غن البنات اكثر يعني، دائما الفنانه في الحفلات يعني غير انها هي التزيير وغير الشغل بتاع الاعلام يعني. اختياراتك لاغانيك وهل انت من رواد الغنى لغنى الحفلات تسميه يعني؟ استاذ عبد المنصور قال ما في هابط. ما في هابط. هو معظم غنى البنات بيصفوه بانه بهابط. البنت ما بتغني هابط. البنات يعني عشان هم بيكونوا مكفولات في البيت بتحاول تطلع احساس الاحساس اللي هي عايشاه من جوا تطلعه للناس بالكلمات يعني. مثلا حبيبي سافر يعني هي من جوا بتغني على اساس انه توصل حاجات لبرا. ف الهابط ده ما فيه. البنات وصفهم بس يعني شويه شنو واقعي كده، ما بيحاولوا يعني يجيبوا كلمات كده يعني مستحدثه او كده، هاي بتكون كلمات دارجيه عاديه. فالناس يعني عشان ما تنسيق عدم تنسيق الكلمات وتنسيق الغوافي والحاجات دي بيقولوا خلاص ده غنى هابط، لكن هم هابط لو ركزوا فيه بيلقوا كله يعني معاني وكله بيكون يعني قضايا وحاجات. فاي ما يعطريهم من الاسى ومن الفرح هم بيعكسوه للناس برا، لكن بطريقه شنو؟ بطريقه واقعيه اكثر. بس انا قلت للدريه عندنا جارنا بتاع دكان بحكي لها يعني قلت لها يا اخي بتاع الدكان ده قال لي عندي لها اغنيه حتكسر الدنيا. قلت لها اغنيه شنو؟ قال لي يا اخي والله يا سيما حبيبي يا تافه يا جد ما سافرت خليتني بازمه. قلت لها فعلا حتعمل له ضجه. حتعمل ضجه ويكسر الحفله حتعمل ضجه. الاغنيات الزهريه بتعمل ضجه طبعا. فعلا ايوه كلامك حقيقه. احمد فضل الله في مسيرتك يعني عندك حدود للاغاني؟ والله لازم يكون في حد يعني، لكن برضه لازم الزول يرضي الاذواق كلها. انا بغني للكبير وللصغير واللي عنده واللي ما عنده كده، لازم الزول يرضي الاذواق كلها اكيد طبعا. جعفر السقيت في نفس الاطار بتاع دائما الغنى بتاع الطنبور ما اعتقد انه فيه هابط يعني، دائما غنى الطنبور فيه زي ما قال الاستاذ عبده عدم توفيق في الكلمه. انا معلش انا بختلف معاهم شويه. اغنيه الفقراء اللي غناها طلال انا من يعني من الاغاني اللي تسير المحببه لي انا شخصيا جعفر السقيت من الاغاني المحببه لي لانه فيها وصف جميل يعني ورقيق ومحتشم. لكن في مصطلحات يمكن السي طلال ذاته قال الكلام ده، قال انا اغنيه زي اللي قال له بتاع الدكان ده ما ممكن اغنيها وما ممكن يغنيها. ليه ما ممكن يغنيها؟ لانه ما محتشمه ما مهذبة. الغنى حتى في وصف المرأة يعني، نحن ما بنتكلم في وصف المرأة
يعني احنا كسودانيين عندنا حد حدود في وصف المرأة. دي ما دونه بيبقى بعد طلعت من الإطار، من إطار الاحترام، من إطار احترام المرأة، من إطار الحشمة، بتبقى ما دون. ما دون دائما الما دون هو هابط. المصطلحات اللي انت بتخاطب بها الشباب يبقى تكون مصطلحات، ما انت بتغني في النهاية، غنى غنى رسالة فن، ما حاجة سهلة. لما انت نحن كشعب سوداني بنحب الغنى تماما، بنستمع لكل كلمة تتقال. الشارع السوداني لما قال هابط قال في غنى هابط، ما قال ساكت، قال لأنه سمع مصطلحات ما بتشبه الغنى وما بتشبه الفن. زي ما قال طلال الساعة، أنا ما ممكن أقف قدام الناس وأقول يا حبيبي يا تافه يا جد، ما ممكن. ولا انا 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 ولا في الحمام ممكن اقول كلام زي ده، يعني ما ممكن. انا يعني في مصطلحات زي دي يا طلال، في مصطلحات زي، يعني انا جيت داخل، انا ورطة شغال في دار الشرطه، ودار الشرطه طبعا انتم عارفين بيجاي في مسرح، بيجاي حفله، بيجاي حفله. انا من دخلت في خشم الباب لحد ما اصل الصاله المغني فيها، انا جاي نفسي في المينا البري، بيجاي كسل، بيجاي القضارف، بيجاي يعني دي غن غن يعني غن، يا القضارف القضارف، كسل كسل كسل. يعني انا ما عارف نفسي في المينا البري والله في حفلات. فالغنى يعني الغنى ذاته، يعني انت تعتبر انك انت بتغني لناس، بتغني ل نحن في غنى الطنبور. انا بتكلم عن غنى عامه، في غنى الطنبور بنغني يعني حتى بنصف، لما تصف المراه تصف بحشمه بانها هي المراه السودانيه اللي لازم محتفظه بعاداتها وبتقاليدها. المرأة السودانية لازم توصف ببساطة. نعم، أنا ما ممكن الليلة أنا كمرأة يعني أوصف بلغة عربية فصحى أو كذا، ببساطة كلمتي وبحاجاتي. أيوة. يعني لازم. أيوة. وبعدين الناس اختلفت الليلة، هسه الشباب زي ما قال أستاذ عبدو عندهم لغة معينة، عندهم أسلوب معين، الفنان لازم يغني لهم بأسلوب 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 الشباب ده. يعني هسه الليلة الشباب عندهم مصطلحات يا شنو يا شنو، أنا أغني للشباب ديل معانا الأرض كل الأزواج، اغني للكبار، اغني للصغار، اغني يعني لاي زول اغني. عارف الشباب هسه الاغاني بالمناسبه اغاني زمان ما بحبوها، بحبوا الحاجات الهسه بمصطلحاتهم. اي لكن في مين له عديل. اي لكن في مصطلحات ما بتتقال، ما بترقى ولا بتتقال، ما بتتقال يعني. لكن يعني عندهم حاجات تغني لهم بيها. اي لكن يا دقيقه شنو، يعني احنا ممكن نقول انت الفنان، انت اللي بتقدم في الرساله، يعني انت لما تعمل حاجه هم المفروض يسمعوها. انت تسوق الناس للحاجه اللي تعودهم عليها. تغني حاجه قديمه شديد انت ما حتكون محبب بالنسبه لهم، تغني لهم حاجه باستايلهم هم الهسه بتكون انت زونهم. زمانك دوريه رب يرحمه ويغفر له، والفنان محمود عبد العزيز كان بيطلع اغاني الحقيبه القديمه. أيوة. بيغير فيها، بيمرقها للشباب، كان بتقبلوها جدا يعني. لكن محمود ده مع حاله، انت فاهمه، محمود ده هم حبوه هو في اي شيء، حبوه في شخصه، حبوه في اسلوبه، حبوه في حاجاته كله. لو غنى اي حاجه الناس حتتقبلها لانه هو غير يعني. طبعا خلي الشاعر، انا اول حاجه حابب اعملها انه يورينا سته دي من هي في البدايه والفوق فرقير ده منه عشان الناس دي كلها تعرف. لا سته انكتب فيها الاغنيه، سته بتشبه الكاميرا. ايش السودانية يعني ستة كده ضغط في روح برا، هرب من هرب ضغط وبتشبه القمراء، يعني ما في اجمل من القمراء. ايوه ايوه ستة سودانية. ايوه يعني انت قلت ستة سودانية، يعني احنا حنطلع شديد يا عبد الرحيم قاعدين دائما بالاغاني دورية وطلال نسمع غنيه الفقراء بدندنة دندنة. طيب يا دورية خليها تغنيها دورية وانا ادندن معاها. ما هي الدنيا دائما الاساس طبعا. اشيلها معاك انا، اشيلها معاك، قصص كثيره. اجروا لي عيال فقراء من عين الحسود تدرى، ستو بتشبه القمرة غيابه وقلبنا الحمرة. اجروا لي عيال فقراء من عين الحسود تبرى، ستو بتشبه القمرة غيامه وقلبنا الحمرا. ست الراي وست الزوج زي ما قد عسل مدفوق، ست الراي وست الزوج زي ما قد عسل مدفوق. كيف من شوقي احنا نروح وانا في لوم يديك فترة. قالوا لي هيا الفقراء
من عين الحسود تبرع ست بتشبه القمرة غيام وقاي منار حمرة كده خلاص. طيب كان كنت بتكلم مع أسامة ربنا يتوب بالخير أسامة جنكيز قال لي واحد من جيرانك قال لك الفقر اشتغلوا يا طلال. لا لا ما دي انا كنت سايرها عربيه فيها لبسته ظريفه كده وبتاع وماشي مش على عضلات مش من جيرانه ولا بعرفه ذاته وماشي بالراحه وفرحان ذاته بالعربيه الجديده يعني وفاتح لك الجزاز ومبسوط يعني الزول جابوا له حاجه جديده يعني انا ماشي كده بالعربيه والزول ده جاري وراي جاري عديل والله يا طلال الفقراء ما قصروا معاك الفقراء ما قصروا يعني الناس طبعا كلهم مخترعين بالشغلات كثير عبد المنصور حدودك في كتابة الأغنية بلا حدود بلا حدود يعني أنت إحنا قاعدين في جلسة يعني ممكن عادي تكتب قصيدة في أحلام ممكن عادي جدا يعني إحنا دارين نسمع منك قصيدة إذا حسيت أحلام أو حسيت بحاجة في أحلام عجبتني أنا طبعا كفيف ل زي ما الناس كلها عارفة لكن زي ما نقول طلال السنسرات عالية والله والله يا عبدو ده يعني أحلام صراحة مرات أنا أجي يقول لي طلال أنت لابس كده وكده وكده أنا ذاته كنت عاوزه ما شاء الله غايته ربنا يدي العافية احنا عايزين نسمع كلمات منك والله نسمع كلمات لكن قبل الكلمات أنا قبل ما أجي هنا عندي أختي زعلانة مني جدا العين كبيرة المفروض أنا كان أكتب لها نص ويغني طلال ده وبس أنا بحتذر لها على الهوى وعلى قناة أنغام بقوم بهديه في الأول كوبليه بقول لها قوم يا حروف تلملم من قوام والأحبر كالرياض وهبت علي نسام شعرين من كتب وأنا قلت فوق الهام تتحرق الحروف تاني الكتابة حرام يا سلام والله المفروض هي أسي يعني تموتني الفرح نزعل منك عمرها حياتها أقول أهل الحوبة يا الأولية ويصل الله بنية بنية جر السبحة للمثنية ست الغالية نور عينية البريد راغي حديثة ودي الخلت فؤادي جليسة كيف أقدر صفاتها قيسة صغيرة وجاهلة داب جدية يا رب الكريم جد لي وخليها تكون بس لي أسقيها الحنان بيدي صباح نهار وليل وعشية طاقع لون باق صفارة وده الخل العقول محتارة محروق القلب بنار وقدم روحي ليها هدية أنا في ريدة ما تلوموني شالت عقلي مالي عيوني ولو في الريدة مو تخلوني وست إن شاء الله تسلم لي وست إن شاء الله تسلم لي يا سلام ولا ست حظة سلام ولا مين أطلال أول حاجة ست حظة بالمناسبة دي نحن يعني سمعنا إلى كلمات يعني عميقة وست دائما في بعد عبد المنصور في كلماته ذرية هتنقلنا من ست ومن عالمة هتودينا لعالم النجارة نسمع ذرية في أغنية ونرجع من جديد شافوا داير برا يا قم سيد الرجال الدايرة الدواسي مفرز لي برا اهي
كتي طلب قرني قصع جرا ودا كتي طلب قرني قصع جرا وريحة المرفع الكوت خمس درا وريحة المرفع الخوت خمس درا ترك حملا صغير سيد غنم صرا كلكم جالسين من الوجوه نايرين من الدقون دايرين ما تبدل خيولكم بكديستير وتبدلوا بلادكم ببلاد الغير أنا راقي جوا الخير وبرزع في رديم الخير بوريكوا يا الصبيان الكلكم جالسين من الوجوه نايرين من الدقون دايرين ما تبدلوا خيولكم بكديستين وتبدلوا بلادكم ببلاد الغير أنا راقد جوا الخير وبسمع في رديم الخير والضمي هوي والضمي أجر لي جاي والضمي هوي والضمي أجر لي جاي والضمي هوي والضمي أجر لي جاي والضمي أجر لي جاي والضمي هوي
في رسام موشحات بالدم فوق ظهور الخيل لما النهار ظلم لما آيات الفرسان موشحات بالدم أيا بنيت العمل ليلة فرح يكتم أيا بنيت العمل ليلة فرح يكتم نحن تعمقنا في عالم النقارة والكوبلي أول لوحة نحن شفناها مفروض نديك هدنة إنك ترتاحي شوية طبعا الفنان بيكون نفسه كايم وهو بيغني مع إنك أنت قاعد تغني مرتاحة شديد الفنان عنده طريقته أو عنده أسلوبه في أداء الأغنية كيف أنت قدرت تخش البيت السوداني بأسلوبك؟ والله البيت السوداني أي بيت سوداني أنا بعتبره طبعا بيتي فالبيت السوداني بيحب الزوق والزول اللي بيحسوا فيه انه هو زول محترم بيحسوا مثلا اذا في الغنى يحسوا مثلا الزوله دي يا اخي بتغني اغاني جميله كلماتها جميله كده يعني فباحساسي وبغناي وكده انا وصلت باي بيت سوداني ما عارف الناس يعني هي بتخد عني شنو او وصلت ليهم كيف فانا ما بقدر اقيم الحته دي برضو اكثر ممكن يكون ده رايي فيها لكن انا ما بعرف انه الناس حبت فيني شنو يعني فربنا لو حب زول بيحبب خلقه فيه انا اوريكي انت خامه صوتيه مميزه يعني مستحيل في يوم من الايام تجي فنانه تقول ان هي هتقلد ذريه ممكن الناس كلهم يعني يكونوا هم يعني يشهدوا بالحاجه دي وما هسال سؤال ده يا طلال لانه طلال دخل بيوت بني بالفقر فقره خلاص ادينا هم طالما هم فقره يعني كميه نحن ادينا قسم لنا غريب انا ما عرفنا لهم طوال انا اسمي غريب الفقره ذاتهم مروع يعني الفقره ذاتهم يعني اولياء الله صالحين ما شاء الله فالناس بتحب دائما تتبرك بين اصحاب الطرق الصوفيه والحاجات دي ف يعني ذي الناس الواحد بيمتثل بهم صراحه فأكيد نحن طبعا في ثنائيات كثيرة عايزين نتكلم عن الثنائيات الثنائية بينك يا طلال وبين الأستاذ عبد المنصور
ونتكلم برضو سؤال لك يا دريا، تحسي انت منو بيمثلك ثنائية في حياتك؟ ونفس الفهم اللي سدلك لكن نبدأ أول بسيد عبد المنصور بطلال. طلال انت الأكبر طبعا. انت الأكبر يتكلم انت. الصلاة دي ولا أنا الأكبر؟ الصلاة دي موضة انت قايلها. والله يا أخي في الحقيقة انت دايما الفنان اللي بيكون قريب منك يعني بتكون عارف احساسه داير شنو. مثلا انا احمد فتح الله ده زول قريب مني، بعرف احساسه داير يا نوع من الغنى. طلال ده طبعا 24 ساعه معي، عشان كده بعرف طلال عايز شنو. فعشان كده دايما الحاجات اللي بنشتغلها انا وطلال بتكون ناجحه. انا رايته يعني عبده يعني حتى الغنية ممكن تكون وقت نحن قاعدين مع بعض. يعني مره كان عندي زول عيانه يوم قلت له اكتب لي اغنيه. طبعا عبده ذاته في معلومه انه امه بتكتب، اخو البيت كله بيكتب ما شاء الله. يعني ما شاء الله يعني بيت اسره يعني فنيه لابعد درجه. يعني احنا ممكن نالف ونلحن ونغني وكله في البيت يعني نعمل الحياه دي كلها. عبده ممكن اقول له اكتب لي الحبوبه في 5 دقائق يعني نكتب للحبوبه والاغنيه تنجح وتلقى قبول. لزول عيان كتب لي قالوا لي عيان حبيبك دي ريان ريان منصور دي اخته كمان عبده يعني. لعريس عنده امه كتبت لي جندرو. الاغنيه من الصعب يعني طلال بصراحه محتكر العيله شديد. يعني انا يعني بسال اللي امشوف من الصباح على البيت واقعدوا مع العيله وماسك الورقه والحاجات اللي القروش والحياة دي كلها صح؟ والله هو ماسكها لكن بعد ده انا عم طالب بعقول لازم يكون في ضريبة. دورية حاسة انك انت هتكوني ممثلة ثنائية مع من في حياتك؟ والله انا عندي يعني كذا شاعر ما ثنائية مع واحد. يعني انا كل مرة بيكون عندي ثنائية مع شخص معين، مع سحر ميسرة. الثنائية الأولى أيام شريط الكسف كانت مع هيثم عباس، فاتحولت لإخلاص التوم. هسه حاليا في الوقت الراهن مع سحر ميسرة ومهدي مصطفى وعبد القادر حمدي. يعني ديل كل مرة أنا بكون عندي كمية من الأغاني مع شخص معين من الشعر، فلكن أكتر يعني سحر ومهدي برضه مصطفى أمبو ما أنتم الشاعر مصطفى أمبو زي التحية من بس جعفر السقيت. دائما الفنان بيكون حاسس إنه يعني في انجذاب لكلمات واحد من الفنانين وهي بتمثل ثنائية واحد من الشعراء. أنت حاسس إنك أنت ثنائيتك مع من الشعراء فعلا؟ لا أنا يعني في أغاني زي لسان الحال زي مرام لقت يعني حيز كبير من الشهرة، فالناس خطت انه في ثنائيه بيني وبين حاتم حسن الدابي وانا من هنا بحييه. لكن حاتم يعني ما في ثنائيه. انا حتى لما بديت الغنى ولما سجلت اول كسر لي سواني الليل كان فيه مجموعه من الشعراء، حاتم حسن الدابي، الفاتح ابراهيم بشير، عبد القادر كرار، الحايسر الختم، احمد سيد احمد. فيعني ما كونت ثنائيه، لكن يعني الناس اعتبرت انه في ثنائيه بيني وبين حاتم حسن الدابي. لكن انا دائما بميل لانه الغناء يكون من مجموعه من الشعراء، لانه كل شاعر عنده مدرسه معينه، عنده مستمع معين. ف بديت مع الشعراء ولا زلت متفرع على كل الشعراء ان شاء الله. دابا احمد فتح الله ثنائيتك مع من في الكتابه؟ والله ما عندي ثنائيه مع زول، لكن في مشروع ان شاء الله مع هيثم عباس كذا عمل، نتمنى برضه استاذ عبده يرضى علينا. دي رساله موجهه، دي رساله عميقه. شرف يا احمد فيك الله يديك العافيه. طيب نحن نستمع لاغنيه طبعا للستايل مختلف، هنستمع بحاجه مختلفه لاستاذ جعفر. الله يخدم. انا طبعا الاغنيه اللي غنيتها انا اولا بحيي هو شاعر الخالدي، ما من البطان، ما من الشعراء الشماليه. والاغنيه اتغنت لحنتها طنبور ولحنتها سيره وحغناها بطريقتي دي وبطريقه الدير بطريقتي انا كله بطريقته كله ما عدا
احمد احمد لابس جلابيه عمي لكن نصلال ف يعني نحن نقول الاغنيه هي بطريقه كلها بطريقتكم عشان انا عايز ادعي احمد السجل كمان قال لنا ما عرفت كنت رضا ما عرفت لاني في دور متبادل فاتمنى انها تنال رضا التلقي والمشاهد ان شاء الله ان شاء الله نستمع الى اغنيه جديده من فنان ذوق عالي نستمع بجين كيفين كلام الناس قالوا قالوا صعب نجين كلام الناس قالوا قالوا صعب نجين ما دام عبيد عينيك ما بجين كيفين كلام الناس قالوا قالوا صعب نجين قالوا الناس يا ما قالوا كثير يا أخي قالوا الناس يا ما قالوا كثير وصلي في ريدك يا حبيبي أسير وصلي في ريدك يا حبيبي أسير لو تعرف البي وكيف عليك بغير سكتني الحين كلام الناس قال قالوا صعب نجين مدام عبيد عينيك ما بجين كيفين كلام الناس قالوا قالوا صعب نجين
كيف مدام عبيد عليك ما بجن كيف كلام الناس قالوا قالوا صعب نجن كنا طبعا بنستمتع بأسير عن جعفر السقيت لوك مختلف بإحساس مختلف وأغنية مختلفة وكلمات وأنا على ما أعتقد إنه أول مرة هو يظهر في شاشة تلفزيونية باللوك شفناه قبل شوية أول وآخر مرة جبالي إحنا كنا قاعدين نتكلم يعني كان تحت الهواء قلت لي شنو ما انا يقول قلت تخلى عندي قلت لك انت قلت لي يعني انت تغني طوالي كده قلت لك انا جبال لما درت انا قلت لك انت كمان باكر يسوونا كفار ولا يسوونا شيء لكن يعني عندنا هناك في البلد يقول لك الكسر المر في الفطور ما محبب يعني حاجه يعني مشاتر ايوه فالغنيه دي زي الكسره المره في الفطور بالنسبه لك طيب ولا اللوك اللوك قلت لك ولا اللبسه كله جيب لك طبعا هو بيقول ليش لا لا قال لي شنو قال لي انا متضايق شديد من اللي قلت له انا بقيت اي وقف جنب الزول السلام عليكم يا اللي كده ايه والله ما انا من جد داخل لما قعدت ما في زول عرفني اساسا طبعا نحن طبعا تعمقنا في الكلمة وبحرنا فيها وشفنا يعني الغريب وساقنا أستاذ جعفر للحماسة برضو الغنية حق كافة فتح الله حق الحمام وكانت برضو كانت قمم الحماسة نرجع لعبد المنصور عبد المنصور دايما الكلمة أنت بتكتبها على أساس حاجة معينة أو حدث أو وصف نعم حصل قبل كده كتبت لك كلمة ندمت عليها والله حصل مرة واحدة لأنه حصل فيها كلام كثير في الجرائد وصنفوها هابطة اللي هي أغنية كان وفي نفس الوقت أنا بقدم بها في رسالة للشباب كان في خدمة في إحدى شركات الاتصالات اللي هو الكلام مجاني بعد الساعة 12 فكان قاعد معي واحد من الأخوان الفنانين بيتكلم مع خطيبته فالمهم عشان استأذن منها قال لي يا أخي ممكن أضرب لك بعد 12 قلت له دي أغنية جديدة ولا شنو فقعد يضحك قلت لي دي اغنيه جديده قلت له انت ما لاسي اللي هي ممكن اضرب لك بعد 12 عشان نشوف الريت وفيه نتفاكر ثاني يوم صنفت هابطه عشان كده بعدت من الحته دي لا يعني هي طبعا الزول اذا اتعمق في المعاني الكلمات حقت الاغنيه ما تصنف انها هابطه لكن بس احتمال عشان الوقت متاخر عشان الوقت متاخر فهو حتى الراجل كان بينتقد قال احنا بعد المغرب البيت ما بنخليها تمشي الدكان فكيف تتكلم في التليفون بعد 12 فعلا بتفتكر انه احتكار فنان او شاعر لفنان معين دي من مصلحه الشاعر او الفنان؟ والله لا من مصلحه الشاعر للفنان الفنان لازم يكون متجدد ومتنوع الشاعر ده اصلا ما قاعد وبيكتب احساسه فممكن اي زول بيوصل رسالته للحته اللي هو دايره لكن الفنان افضل له التنوع اكيد طبعا نحن عشان نحن نمشي للتنوع ونسمع ثاني اغنيه من تلر تمام نسمع الاغنيه الجايه دي ما حنسمعها دي ما كلمه العبد يعني ما يحس يتكلم عن التنوع لازم يكون في تنوع عشان كده انا اوريك انه لازم يكون في تنوع لازم يكون في تنوع خلاص احنا نسمع اغنيه للطلاب نرجع من جديد استمع للاغنيه وما تمشي بعيد وكلمة بس
حبي حنين وكلمة بس من جديد مواصلين ونسوقون احنا في ونستنا مع عملاق الكلمه اللي هو عبد المنصور في جلسه يعني جلسه ونس. يا عبد المنصور دائما انت في ونساتك بتحبب شنو انك تكون تتونس عن شنو؟ في الناس طبعا اذواق، في ناس بيحبوا جلسه الجبنه، في ناس بيحبوا جلسه البيانو، في ناس بيحبوا يستمعوا للموسيقى، في ناس بيحبوا الاختلاف بين نفسهم. والله انا بحب استمع للغنى القديم. الغنى القديم جدا يعني اغاني الحقيبه دي اكثر حاجه بحب استمع لها. يعني بدليل انا طبعا يعني النوع يعني متابعه جزء كبير من كلماتك، وفيها يعني الاغاني الحقيبه او الكلمه القديمه فيها حاجه خاصه انت بتشبهها، او كثير من كلماتك بتشبه الحاجه القديمه. غير كده احنا يعني زي ما قلت ربينا تربيه صوفيه. فعشان كده دائما بتلقي الفقراء واهل الحوبه والحياه دي بتلقيها مربوطه في الحياه الطوالي. فلكن الغنى القديم تكون بتسمع في اغنيه من الحياه القديمه كانه انت بتشاهد في شاشه بتاع التلفزيون، ما تستمع لاغنيه، بتشوف الاحداث كلها قدامك بوسط دقيق جدا جدا. بس احنا نتمنى نصل للمرحله بتاعت الناس دي ان شاء الله. طبعا بالتصوف وبالكلام اللي انت قلته دائما استاذ احمد بيقولوا احمد فتح الله صوته فيه روحانيات، الحاجه دي من الصوت ولا دي حاجه جواك؟ والله الاحساس، احتمال الاحساس. ما عندك يعني شيخ معين بتنتمي له او طريقه معينه؟ مكاشفه بالجلابيه شكل مكاشفه المكاشفه ذاته بالجلابيه المكاشفه ذاته على ما احنا ما قلنا. طيب نحن الفنان طبعا لما يكون دائما بيطلع لخشبه المسرح يغني اغنيه الجمهور بيتفاعل معاها، يعني طلال احنا الليله طبعا الحلقه دي باسمك يعني نوينا عليك. تمام. يعني حصل طلعت كلمات او اغنيه ما عجبت الجمهور؟ كثير والله كثير، في غنى ما بيعجب الناس نهائي. يعني وما بتفاجئ ولا بزعل، بالعكس يعني بحس انه فعلا يعني انا الحياه دي ما عملتها مظبوط يعني، او ما المفروض كان اعملها يعني. دائما في حياة كثيره كده بتراجع عنها يعني كم اغنيه كده، وفي ودائما في غنى كده انا بكون حاسي وفي نفسي شديد وعاجبني شديد ما يعجب الجمهور، وفي عكسي تماما غنى يكون ما عاجباني ولا يعني بس غنيتها كده مجامله تعجب الناس. ومواقف بالمناسبه في طبعا هي حظوظ. ايوه اذواق مختلفه كثيره وبتخليك انت ذاتك يعني تعرف انه بجد انا اقتنعت انه مستحيل ترضي جميع الاذواق، لازم اللهم ترضي نفسك في البدايه وترضي الناس اللي بيحبوك. اكيد طبعا انت لو عملت كده خلاص بتكون يعني ده خلاص مشيت كويس يعني في مشوارك يعني. لكن عشان تفكر ترضي جميع الاذواق وغني لي ده وغني لي ده وغني، الموضوع ده حيرهقك وفي النهايه ما حترضي اي زول، وحتكون انت ملخبط هنا يعني ما قادر تعمل حاجه. اكيد طبعا. يعني لانه الامور بتكون ليك جاي في راسك كده وما حتكون مركز. ففي النهايه بقيت بعمل كده يعني بشوف الحاجه بترضيك يعني انت. في يعني في البدايه وترضي الناس اللي انا متاكد من انه يعني بيسمعوني وبيحبوني ومتابعيني وكده يعني.
ان شاء الله دائما تكون موفق ودائما يعني تقدر ترضي الناس كلها باختيار الكلمات الموفقه. مستر عبد المنصور طبعا انت مع حارس وقاعد ان شاء الله. انا راح احكي حاجه بكلامك ده. مشينا مدني قبل كده. جمهور مدني ده جمهور صعب. جمهور مدني ده يعني الكلام ده دوري تكون عارفه تكون ابتسمت ابتسامه لا لا مدني بيغني ده مشكله كبيره. على قول احمد السميعين خطيرين والله. يا اسمه مدني ده بحييهم من هنا وبحيي ذريه فمشينا مدني نيم دار اغني اغنيه كده قبل ما ابدا اغنيه الناس شافكين يا دا شنو مين نبس كده البيض البيض ولا حتى انت لسه ما بديت ما بديت تحولي لك تعب. وانا كنت بغيم وقبلي قبل الحفله دي انا ضابط قال لنا يا اخواننا امبارح كان شغال هنا احمد حسن وناس الجامعه دي كسروا لسه والعيد والحياه دي ترجف وعشان كده بس دارين شنو اي حاجه نقوم دارين طوارئ. بدينا غنينا المهم بديت الموسيقى كده والناس شابكين يا التعبان البيض اشنو كل النبس ونبس هنا بالشديد خشي الاغنيه الكوبليه الاول الكوبليه الثاني وعشيه بدا يصفي وكذا يعني انت بالمناسبه احساس يمكن احساس رهيب انه يعني انت الناس اللي حاولت اغنحتهم يعني اغنحتهم. نحن بمناسبه الاحساس في خشبه المسرح محمد فتح الله انت اشتغلت اول حفل جماهيري لك يعني والحاجات دي طبعا عشتها على الواقع يعني احساسك كان كيف وانت يا محتلي اول حفل جماهيري لك؟ والله طبعا كانت مجازفه كبيره كنت خايف جدا لكن الحمد لله لقيت قبول الحمد لله عدت على خير والحمد لله ان شاء الله الجايات كلهم يعدوا ان شاء الله يا رب. استاذ جعفر كلمه قبل كده يعني هزت جواك او سمعت لك كلمه من زول اثرت فيك شديد؟ كلمه انا يعني خدتها تاج على راسي من الراحل المقيم الاستاذ عبد الله احمد خير الشاعر عبد الله احمد خير. فانا في جاورت عبد الله احمد خير في الفتره الاخيره وايام مرضه وكان يعني اب وصديق بالنسبه لي بالرغم انه ما تعاملت معه في اي شعر لكن كان بالنسبه لي اب وكان بالنسبه لي صاحب واخ. ف جيت زرت في مستشفى احمد قاسم انا كنت شغال حفله وجيت بالليل ف يعني من خلال تعاملي معاه من خلال رحلات إلا السفر معاه والحفلات فهو كان طريح الفراش وكان ده اليوم الاخير قبل ما يسافر للاردن ويتوفى هناك فقال كلمه يعني انا ما انساها ابدا. هو راقد وكان في فنانين حوله فانا قلت السلام عليكم فقال للناس اللي جنبه وقفوني على حيلي بالرغم من الخلق يعني كميه من الناس قدامه قالوا لي يا استاذ تعبان قال لا انا داير اجيف باي طريقه عشان جعفر السقيت. ف يعني ده مشهد انا يعني ظل حيظل عالق في ذهني يا مدى الحياة لأنه كلمة من أستاذ كبير ومن هرم وأنا بحيي أسرته من خلال هذا البرنامج وبترحم على روح الأستاذ عبد الله أحمد خير. يا رب نرحمه ويغفر له ودائما كلمات بتاثر سلبا بتاثر ايجابا ونحن نطلع من الجو يعني العمق بتاع الكلمه ذريه كلمه فرحتك شديد او ابسطتك او خبر. كلمه اللي فرحتني اول كلمه ماما طبعا كلمه بتفرح كل يوم طبعا ذريه طبعا دون الشديد في درد قاعد افكر فيها كثير دريه طبعا الكلمة طبعا هي اساسا بتفرح لكن كلمة غير كلمة يا ماما يعني دعني انا اقول لك شنو انت تظهر غدارك وش فرحتك حقول لك يا ماما دريه ماما دريه لا زي ما قال لك الغدا مرق يعني انت لا لازم يكون صايم ويقول لنا زين زين المغرب الزين تكون صايم يوم عصيب بالنسبه لك. نحن طبعا تستمر ايوه الفرح والنسى حقتنا لكن بعد ما نستمع اغنيه لاحمد فتح الله وسمعنا شنو؟ زمان ما كنت تحلف بي ك
كلمات وألحان مهدي مصطفى. حي مهدي مصطفى ونستمع إلى أغنية دعم الاتحاد ونرجع من جديد نواصل بنساتنا وتمشي بعيد. استمتعوا بالأغنية.
زمان ما كنت فتح لي بي بدون قلبك بلحظة علي من جديد بعد ما استمعنا الى اغنيه احمد فتح الله ونحن طبعا في ونسه ونستنا طبعا لازم نختمها برضه بونسه طلال نحن طبعا دارين نتونس عن حياتك بداياتك وكيف انك يعني بدايتك مع عبد المنصور في كلمات والله عبد المنصور بدايتي معه ضرب لي تليفون وقال لي اطلع انا كده كده وشاعر وتعال لي مشيت للبيت وقعدت معاه اتونست معاه وبدينا نشتغل وبقت علاقه الحمد لله امتدت لي علاقه اسريه واخوان ويعني انا دائما بقول هو الاخ اللي ما ولدته امي يعني دائما بقول في اي حته كده يعني بس يعني وربنا يحفظه لينا ويخلي لينا يعني ان شاء الله يا رب نحن ذريه كلمه لكل الناس اللي بيشاهدونا بقول لهم ان شاء الله تكونوا يعني برنامجنا ده عجبكم ونكون خفيفين الظل عليكم وانا مبسوطه جدا صراحه يعني بوجود كوكبه من النجوم وبوجود الشاعر المخضرم عبده فزي ما قال احمد ان شاء الله ننال ولو جزء من كلماته الجميله واتمنى انك لما تطلع من هنا تجهز لي واحده توصفني فيها وصف ما طبيعي هاي دخلي فيها كلمة ماما الذرية الشرقية فإن شاء الله دائما تامين ولامين وإن شاء الله يعني الناس تكون يعني مبسوطة معانا زي ما نحن مبسوطين هسه في جلستنا دي وربنا يدينا الصحة والعافية لكل زملائي وإن شاء الله كلكم موفقين يا رب العالمين إن شاء الله طبعا ذرية برنامجنا ده يعني إن شاء الله ناجح بوجودك لأنك أنت بجد ما سهلة يعني صوت نسائي مميز جدا وإنت كمان برضو ما سهلة حسستني زي بكره العيد هسافر في سفر مع السلامة الحفلة الأخيرة شفتي؟ غير أنا بحب العدادات الحفلة الأخيرة لا لا إحساسين غير أنا مسافرة صراحة طلال يعني أنا فهمته هسه منه إنه زول بحب الحفلات حفلات شديد شنو الحفلات؟ يا ماما ذرية شنو الحفلات؟ حفلات العدادات العدادات إذا بحبها جعفر استقيت كلمة لكل الناس اللي بيشاهدونا عبر ونسا وغنى وطالما إنه الحلقة كانت عن أستاذنا عبد منصور وطالما عبد منصور وصف المرأة السودانية فيبقى أصلا محور الحلقة هي المرأة السودانية فبقول زي ما قال محمد مالك شايف فيك ملامح يما شلاخة واللي بزقرقابة وليه آخر العمر تلقاها لسه مع السنين جذابة حتى انغاب جماله وقل يسهر بكره في اترابه والزهره اللي بينشف عوده تترك طيبه في تراب انا بحيي حواء السودانيه وبحيي كل مستمعي ونسه
وغنى مشاهدي ونسى غنى وكل الكوكب الاخواني واختي دريه واستاذنا عبد المنصور طلال احمد. اتمنى ان يكون جلستنا بنفس الاريحيه اللي فيها تكون تلقى قبول عند المشاهد الكريم. احمد فتح الله كلمه لكل الناس اللي بتشاهدونا. قول لهم كل سنه وانتم طيبين وتصوموا وتفطروا على خير. وان شاء الله الشعب السوداني كله بصحه وعافيه وامن وامان واستقرار ان شاء الله. خلينا نسمع برضه كلمه يعني مقطع. انت طبعا ملك المقاطع. الفيس بتاعه كله كلمات معبره جدا. خلينا نسمع يعني مقطع من اي اغنيه انت بتحبها. طيب نقول جرحك عميق يمه والله زي الكي يا اللي كنت بتقولي يا ولدي نور عيني سبتيني في الضلمه معاك شلت الضي يا يمه سامحيني لو يوم غلطت في شيء. يا سلام بجد عمق كلمه يعني كلمات عميقه. طب انا بس انا ما دار اقول كلمه برضه يعني. احنا ما هناك اختم بيكم. خلاص نقول انا بتغني بس ما تتكلم. لا الحلقه ما بنبدا به وبنختم به. انا والله يا اخي دار اقول انه بحبكم يعني وبحب كل الناس المتابعانا يعني وان شاء الله نكون كلنا ظريفين كده وخفيفين وغنينا حلو كده وان شاء الله نعجبكم يعني بس. والله دايما طلال يعني كلماتك او اطلالتك او غناك يعني قاعد يعجب كثير يعني من ازواج المستمعين وفعلا يعني كل واحد في الناس الموجودين كفنانين او كضيوف مثلا او احلام يعني لهم دور في نجاح البرنامج وان شاء الله نحن كلنا نقدر يعني المشاهد يتقبلنا يعني ان شاء الله. طلال يعني بس من قبل قال لك ده اقول كلمه كلمتك يا هبه بحبكم دي الله يطول كل جمعه بقولها في عيد بكتبها للناس في الموقع بتاعه بحبكم كل جمعه عنده بس مباشر انا متابعاه طبعا. طبعا انا سالها مش طالع فتش بحبك وقداش انا اكون من ناس الجمعه معاك. الناس دائما تكون على خير، الناس دائما تكون انها هي تقدر يعني توفي او جزء بسيط زي ما هو قال من المشاهدين نقدر نفهم حقهم. نحن في ختام برنامجنا ما عسانا الا ان نقول لكم انتظرونا في حلقه جديده وختام برنامجنا مع كلمه عميقه من عبد المنصور. التحيه لكل المشاهدين الكرام و لأسرتي الكبيرة والصغيرة بقول لهم كل سنة أنتم طيبين مقدما وأبكي ونوح مرة حن على عينيك بيك وحلن سمحتك أنت زاطة أظن فيها تقول مخالطة الجن كلام عينيك محن وفال ودي الجوز اليمين وشمال من رمشك بشيل شبال وقيب قدامه متمحن كلام حنين وبيخدر بشيله يقولنا ويودر عبير انفاسه بيسكر وموت في النون وبرق السن صغيره يا دابه زي التوت جمالا مسخ البنوت خشم مرسوم تقول منحوت شحتي في روحي كل ميرين تقيل رزينه زي توتيل هذي القمر اللي بتضوي عديل شوقك زاد سهرت الليل فقدت جواي داير جن فقدت جواي وداير جن.